مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقيت اتصال من عند الأخت سومية. سومية مهاجرة مغربية كتعيش في البرتغال. مشاهدينا الكرام، موضوع شيئا ما جد مستعجل. سومية ربطت بنا اتصال باش توجه نداء على الأخت ديالها اللي في المغرب. الأخت ديالها الوضع الصحي ديالها ليس على ما يرام. في خضم الموضوع وللتذكير فقط، الخطاب الملكي السامي كان واضحا في هذا الشأن والاهتمام بالجالية المغربية. هذه الأخت ديالها وهي متغربة عليها وتطرح الإشكالية الكبرى اللي كتعاني منها الأخت ديالها فيما يخص التطبيب. أوديو صعب وجد صادم، غادي تسمعوه معايا وفي نفس الوقت غادي تشوفوا الكلام اللي كتخرجوا أخت ديالها سومية من الجوارح ديالها. مشاهدينا الكرام، في الأخير النداء الوزير الصحة وكل المتدخلين في الموضوع من أجل إنقاذ حنان. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا. الموت جليل أختي، كالموت أختي الحبيبة مشات لي صحتي، والحمد البرد والسخانة في الحمي، كالموت كنغوت ربي اللي خلقني. وأختي الحبيبة يا أختي الحبيبة، وأختي العلاج، أختي الناس في السبيطار الحبيبة جليلة، الربعة الليل وأنا بقى فايقة، كنغوت أختي المثبت ديالي، أتهلاو في ديك العيال، خليت لكم ولادي تهلاو فيهم. الموت بدي يعني اختي حبيبتي، السخانه ماشي طبيعيه والموت ماشي طبيعي. انا كالموت اختي السخانه بغاشي تفطلي، عيات امي دير لي العشب والو. كالموت اختي الحبيبه، كالموت ما كاش يمشي السبيطار دابا في هاد الليل. وكالموت الحليل ديالي، واجيبوا لي ولادي نشوفهم الموت فيا، واجيبوا لي ولادي، جيبوا لي عبد الله، جيبوا لي عبد الله، جيبوا لي دعاء بعدين، واجي ولادي حدايا. ويومي كالموت، ويومي خصني تعالج، عييت وامي حبيبتي، عييت امي، عييت امي، وانا المتبة ديالي، جيب لي ولادي نسامح معاهم، وانا المتبة ديالي، جيب لي ولادي نسامح معاهم. السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. شكرا على الإجابة ديالك وعلى تلبية الطلب. أنا كنشكرك بزاف. أنا مغربية مقيمة في دولة البرتغال. أنا عندي الأخت ديالي كتعاني من المرض هذه مدة 3 شهور. أنا صيفت ليها الفلوس باش تعالج، ولكن ما كاينش، مشات للسبيطارات، مشات لدوزات في البريفي، دوزات في الدولة، ما كاينش العلاج. دابا الأخت ديالي كتعاني من المرض هذه 3 شهور وكيتزاد عليها الحال، مي كتمشي للسبيطار ديال الدولة كيقولوا لها خصك الراميد، وهي سيدة أرملة وما عندهاش راجلها كان خدام شحال هذه مع الدولة، مات هو في دار الحق، في دار الحق وحنا في دار الباطل. السيد مات هادي العام الاخر في شهر 8 وكان خدام مع الدوله، وقع له مشكل جراو عليه. هي دابا ملي كتمشي كيقولوا لها عطينا راميد، ملي كتمشي دير راميد كيقولوا لها انتيا عندك ما عندكش الحق ديري راميد، حيت انتيا عندك الضمان الاجتماعي، حيت راجلها كان خدام هادي 17 عام مع الدوله. ولكن دابا ملي كتمشي عند الضمان الاجتماعي كيقولوا لها هذه 3 شهور، ما كيقولوا لك تندرسوا الملف ديالك. والسيده دابا لا الدوله لا راميد عندها، لا ما عندها حتى اجر كتقاضاه. السيده عندها ام ديال 4 الايتام، ما عندها لا خدمه لا ردمه. اذا هاد السيده هادي اين هو الحق في العلاج ديالها؟ انا كنوجه رساله لوزير وزير الصحه، اين هو الحق في العلاج للمواطن؟ سيدنا الله ينصرو قال اي مواطن عنده الحق في العلاج. انا كنوجه رساله لوزير الصحه، انا مقيمه في البرتغال، كنمشي للدوله البرتغاليه، كنمشي
للسبيطار ما كنخلص لا درهم لا جوج دريال، كاين مول كات كات، كاين مول اللي ما عندوش، كلشي ما كيخلصش. انا بغيت نعرف هذا وزير الصحه، كنوجه لك النداء، السبيطارات راه كيمشيو لهم المواطن الفقير اللي ما عندوش. كيفاش اختي انا عماله وكتقولوا لها خلصي؟ منين غادي تخلص؟ منين غادي تخلص وهي ارمله ام ديال 4 الايتام؟ منين غادي تخلص؟ انا اللي عليا راه دعاونتها، ولا اني راه ما لقى ما عندي، ما بقاش ليا الجهد. انا راه هنا غير هذا، ماشي انا لاباس عليا خانزه فلوس باش غادي نديها للكلينيكات. اذا انا كنوجه الوزير الصحه، كنوجه له سؤال، المواطن العادي اين هو حقه في العلاج؟ لا ما عندكش الرامي تخلص، اذا انت تموت هي واللي ما عندوش الفلوس يموت بعرق بعرق. ها هي دابا راه جالسه في الدار ديال الوالده ديالي، كل نهار كتموت عرق بعرق، هاد وحدها كلشي، ولكن هي خصها تنعس في السبيطار ديال الدوله، حيت السيده ما عندهاش الضمانات الكافيه باش غادي تمشي للكلينيك. هي سيده ارمله ما عندها حتى حاجه، ما عندها لا احمد لا محمد، والانسان كيقول لها سيري وموتي انتيا بعرق بعرق. انا بغيت نعرف، كنوجه للوزير الصحه هاد الفيديو اخويا، ما بغيتك تحيد منه حتى لقطه. انا كنوجه الوزير الصحه، كنوجه له نداء، كنقول له سؤال، كنوجه له اين حق المواطن العادي من العلاج؟ واش اللي ما عندوش الفلوس ما يداواش؟ هذا هو اللي بغيت نعرف انا. ف هادشي اللي بغيت نعرف انا. راه تلف عليا الكلام، راني كنتبعد كلي، كون ما كانتش الفيزا راه نجيبها هنا تداوى، ولا اني راه الفيزا هي اللي كاينه، هي اللي كدير العراقيل. ايوا انا كنقول الله ينصر سيدنا وواجهه وزير الصحه، انا كنقول لك خصك تمشي تشوف المستشفيات، المستشفيات اللي عندنا راه الناس ما كتقومش بالدور ديالها كما يجب. كيقول لك عندك الفلوس تخلص، ما تدخل الدواء ما عندكش، على شنو الفرق بين الدوله؟ الا الانسان بدا يخلص الفلوس ديالو، شنو الفرق بين الدوله والكلينيك؟ لي انسان غيبدا يخلص فلوسو، هادي ارمله ما عندها حتى حاجه، ما خلى ليها راجلها لا 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 لا, 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 لا ود... ما خلى لها راجلها لا فلوس لا حتى حاجه، لا اجر كتقاضاه لا والو. كيقولوا لا جيبي لنا لا الرميد ولا جيبي الفلوس. ايوا السيده ما عندهاش الرميد، منين غتجيب الفلوس؟ هي ما عندها حتى شي حاجه كتقاضاه. وشكرا اخويا اللي عطيتيني نهضر في هذا المنبر بزاف. معكم مقيمه في الديار الاوروبيه في دوله البرتغال. شكرا جزيلا.